هلا والله حبايبنا، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كلش تمام. طبعا شباب مثل ما انتم شايفين يعني صار لي تقريبا 10 ايام مالي عام، لا 10 ايام شو يا اخي، اكثر من 5 ايام مالي عامل ولا مقطع يوتيوب. ليك حبايبنا الله يخليكم لا تغزونا، اوكي. والسبب شباب باين من المنظر اللي انتم شايفينه يعني حبيبي والله. اوكي معلم، سو حبايبنا الكرام ما راح نطول عليكم اكثر من هيك شباب، يعني ما بحب نطول الموضوع كلش. يوم جيتكم شباب بشيء اسطوري كثير معلم، عنا اليوم هالرخصة الكونغ فو، يعني شيء صراحة شو هاد يا زلمة؟ رخصة الله، شو ركزوا لي على الرخصة شباب. اخر شيء لما يعمل هيك بيضربوا على بعض القبضة معلم، شوف 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 شوف, شوف. انه يا اخي شيء بلوت، بس مو عنا مو بس، في اكثر شيء ثاني شباب، طولوا بالكم. اوكي يا حبيبي، مثل ما انتم شايفين هون عندنا هالرقصة القلب الحزين يا اخي، تفرج. طبعا شوف هالرقصة راح ينزل ان شاء الله بالايام اللي جاي طبعا بسيرفرنا، اوكي حبايبي. سو ليديز اند جنتلمان، خلينا ندخل نشوف شباب بشحن جواهر. طبعا في احداث السيرفر من شباب، مالي صار لي فترة مالي داخله وجايبه، اوكي. خلينا ندخل شباب نحاول نشحن هل الجوهرة شباب ونجيب ابو هذا السكين. طبعا شباب هذا طبعا عندنا بهذا السيرفر بدهم توب اب يعني، اوكي بدهم يشحن جوال عشان نحصل على الرقصه، اوكي اكيد راح تنزل عنا ان شاء الله توب اب بنفس الوقت عنا كمان. اوكي شباب حبايبنا، وهيك بيكون شحن الجوال. شباب اعطونا هلا هذا الشيء، اوكي هذا القناع باللوز، هذا شو هذا نقار معلم فيه مدى، اوكي ماشي حاله. هات نشوف، خلينا نجيب الرقصه هاي معلم، خلينا نجيب هذه الرقصه الجميله. تفرج حتى شوف وينها، تفرج. الله الله عليك، الله شو هاد يا جميل. اوكي شباب خلينا ندخل على اللاكي رويال الان ونحاول نحصل على هذيك الرقم، اوكي. طبعا هل ما قال شاف في سكنات قديمه كمان هون، اوكي. كل شيء يتعلق معلم بال، طبعا هذا بمناسبه احداث عيد الحب، فهمتوا علي كيف يعني، بما انه بتعرفوا يعني حب. اوكي معلم، اوكي خلينا نضرب اول شعر، هل نشوف حظنا معلم. اوكي خلينا نشوف حظنا يا شباب، حاول نحصل معنا 1000 جوهره شباب. اذا طلعتنا باللوز ما طلعت، اوه شفت شيء اصفر شباب، شفت شيء اصفر معلم، شفت شيء اصفر، شفت شيء اصفر. اوه طلع لي سكين هذا حبيبي والله، اوه بنر وما بنر واشياء والله تمام معلم. هذا شوف كم صار عندنا، صار عندنا 800 توكن. طبعا هذول تدرون هون شباب لما نرجع على الاكشنج يعني هذول يعني مستبدلون هيك يعني بالتوكن هذا، تمام. طبعا حبايبنا الله يسعدكم، لا تغزوني اذا شايفين من وانا داخل بحيط حبيبي والله. اوكي اوكي نكمل شباب، هون باقي عنا كمان نضرب كمان نشوف حظنا شو يطلع لنا الرقصه. طلعنا الرقصه نشوف. ايوه حبيبي والله 19 معلم، 19 توكن عنا. اوكي ما بقى عنا، اولي نضرب 10 نشوف، اولي كفو حلو طول بالك. صار عندنا 24 يعني يا حبيبي والله معلم، كمان شوي نشوف. اوه هي بدنا 50 يا زلمه، والله يا شباب الظاهر ما راح نقدر نجيبها معلم. للاسف في شديد بهذا السيرفر شباب، انا بالسيرفر سيرفر هندي معلم، الشحن فيه كثير صعب يا شباب، فهمتوا علي كيف؟ اوكي سو اني واي نجي نكمل شباب ونشوف، لانه في عندنا احداث كمان يعني حبيت افرجيكم احداث موجوده بسيرفر مينا. اوكي هات نجي نشوف علام حظنا بيت 26 توكن. اوكي اهم شيء شفنا شكل الرقصه هاي شباب، رقصتين جداد حبيبي والله بلوت. اوكي طول بالك معلم، ما بلعنا 26، هلا 26 قلب هذا سوينا. اوه رفعنا ضربه لفه اخيره مره، هاللفه بيض بيض معلم. طلع شباب مثل ما انتم شايفين كله احمر ووردي شيء باللوز. نجي لهون هات نشوف كيف شوي طلعنا معلم، عندنا 29 توكن. هات نشوف شو بدنا نجيب شيء. طلع شباب ما اعرف، نخليهم هلا الفتره بعد بعدين بنشوف يا اساطير. اوكي سو ليش جاب، راح ننتقل للسيرفر مين يا شباب، ترى في احداث يا لطيف. اوكي رجع نفرجيكم الرقصات شباب، رقصات الجاده راح تنزلوا. يا سلام عليك نايس حبيبي والله. الرقصه الثانيه شباب هات نشوف الرقصه الثانيه معلم، رقصه الفالنتاين. يعني ليش في رقصه معلم يعني بيعطي قلب هون، ورقصه ثانيه معلم قلبه مأسور شو يعني مكسور قصدي. اوكي نحاول على السيرفر مين يا شباب، لانه عندنا حدث جديد نازل. اوكي يا اساطير هيك بكون دخلنا للسيرفر مين يا شباب، هون عندنا اول حدث معلم تخفيضات، الصراحه ما فهمت شيء منه. اوكي خلينا ندخل نشوف هذا التخفيضات معلم، معلم هذا الوضع. خلينا نعلم اللف لنشوف حظنا، يمكن استخدام التخفيض 2 مره 36 وات ذا هيل، شو هذا معلم؟ ترى انا ما بدي هالشيء معلم، طول بالك معلم، مو هيك طول بالك شوف معلم ما يعجبنا اللف.
اوكي فكرت يا اخي حدث في سكن معلم حدث فيه تخفيضات تعالوا نعمل هيك شو راح يطلع لنا انه في عندنا رقصه الفنش فنش اوكي خلينا نعمل لفه نشوف اوكي فكرت في حدث تخفيضات يا اخي فكرت حبابي والله معلم اوبرك نعمل هيك هيك نقدر نستخدم التخفيضات بس رقم 39 معلم عادي ما يلزم نجي لهون نشوف الوضع هون هون 100 معلم هذا نشوف يعني شباب حسب الرقصه الورديه باللوز يعني شوف على شوف الحظ الاسطوري البلوز يا اخي شوف فرج يا اخي واه واو نايس اوكي اللي بعده معلم هذا شوف احداث موجود عندنا هون حقيبه جديده نازله ولا شلون حبيبي والله نايس معلم هاي تبيت تشبه والله باللوز شباب والله هاي لازم ندخل نجربها شباب نحطها على جنب اي يا اخي تعال راح اشتري بتخفيض كنت شيت مان اني واي نجي هون هذا حدث الوينتر معلم هذا الحدث الوينتر هذا السكين هذا نجي نشوف هون تك تك نحاول نحصل عليه هذا السكين شباب ترى شباب في شيء عندي هون لازم نحاول يعني هذا شوف حظنا معلم هذا نطلع ترى شباب الحظ شغله يا شباب الحظ بالصبح احسن من المساء ما عرفت ايش هيك ما عرفت اذا الحظ بتصير معكم هذا الشيء ولا لا اوكي روح نكمل نحن نشوف بيض يا اخي بيض يا اخي يلا بريز بريز معلم ما في معلم ما في يا اخي ما في ما في ما في ايوه شو يطلع لنا خليه راح يطلع لنا سكين اول يا زلمه شوي هيك حبيبي والله اوكي نلف اللف الاخير هذه ترى بيطلع لنا ايام معلم ولا لا ما يطلع لنا معلم هذا باين معلم مو مثل ذيك الاحداث ايش بدك حدث والله شاب تمام باللوز يعني حتى ما استخدمت التخفيض يعني حبيبي والله هات نشوف اللفه الاخيره معلم اللفه قبل الاخيره يا سلام عليك يا سلام هيك بقى جبنا السكين هذا يا اساطير اوكي يا حبايبنا طبعا هون شباب في عندنا هون بس للاسف الشديد عندي هون يا شباب بعد 15 ساعة تمام بعد 15 ساعة شباب لازم نصف 96 مستوعب يعني شوف 15 ساعة انا 97 منتهيت من دلتا معلم للاسف الشديد وعندنا هون كمان وين هلا ما في حاضنة ثاني في حاضنة ثانية ولا شو؟ انا في دوب هذا وهذا نفس الشيء شباب اوكي سو حبايبنا راح نحاول طبعا هون بعد 8 ايام راح تنتهي الحاضنه راح نحاول نجيب الاقنعه هذول مشان لما تجي الحاضنه الجديده شباب يكون وضع باللوز نحن نروح الحاضنه الاولى يا معلم اوكي اول قناع بالبيض بالبيض معلم شوفوا شايفين شباب طلعنا هون معلم 15 ساعه لازم نحرق الحاضنه شباب لانه هيك اذا ما حرقنا الحاضنه شباب حرقنا البيضات راح يروحوا علينا هيك شباب ما بدنا اياهم يروحوا علينا امرنا الله احنا ناخذ نشوف وضع جبنا توكن هي صار عندنا يعني هون شباب نأمن القناعات هذول مشان ال الحاضنه الجديده معلم نجيب وبدل بثلاث اقنعه وبتعرفوا هي معلم اوكي هات نشوف يا اخي بيض يا اخي بيض يا زلمه هي صار امنا اول قناع اللي بالحاضنه الجاي شباب تمام ايوه يا اخي شو الحظ البيض يا اخي كم باقي معلم هون 56 وين روح شوفوا الحظ شباب كيف الحظ بيض يا اخي وين معلم يا اخي اعطينا يا ربي خلصنا معلم كم باقي خلصنا هذا هو شو تمام باللوز هيك بكون خلصنا هذول الشباب هي شوف الاحداث الجاي شباب شو موجود الاحداث يب شباب عندنا هون الفاير باي شباب الصراحه معلم الصراحه هذا الفاير باي شباب راح ينزل راح يجدد ينزل غدا اوكي تفرج على 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 الرقصات الباليه وما باليه وال يا اخي شو حبيبي والله بلوز يا شو هي معلم يعني هذول ورد وما ورد مو ورد فراشات اوه بيختفي معلم يا سلام حبيبي والله الله عليك يا جميل نايس يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام اوكي شباب مثل ما انتم شايفين حبايبنا عندنا هذا السكين الاول سكين شاب صراحه يعني معلم يعني هي يعني مرات هي غريبه يعني اول مره اول فاير باست هيك شكله كشكل طقم اوكي ما اعرف اذا في كان فاير باست شكل طقم شباب ما بعرف هذا كمان والله صراحه كمان سكين بنت كثير حلو حبايبنا عندنا هنا كمان الشحن المسبق باللوز اوكي بس ولكن يا شباب انا يعني انا عندي هون يعني كيف اشرح لكم عندي هون فضول لهالرقصه شباب صراحه حتكون شكلها باللوز
والافاتارات وهون والبرد يعني كله ازرق شباب، ازرق وابيض ما في لون ثاني اذا لاحظتوا، ازرق وابيض وازرق وابيض وابيض ازرق وابيض، لا ايه كله ازرق وابيض شباب، ما في اي لون ثاني شباب موجود هنا عندنا، كله ازرق وابيض شيء باللوز. اوكي سو لا يا اخي الساعه ما طلعت لورا جبت شو طلعت لي من بعد 14 ساعه لازم نختار هذول يا اخي، لازم شباب ما لازم نكمل حرق شباب، شوفوا معنا شوف لازم بعد عارف لا يا اخي راحت علينا معلم، راحت علينا والله يا شباب، شوف راح وراح خلاص شباب نحن نحرقهم بشكل سريع. اوكي حبايبنا ان شاء الله عجبكم مقطع لليوم يا ساتير، لا تنسونا باللايكات والشيرات وزر مشترك فعل زر الاشتراك حبيبي والله، نجي لهون كمل خلصنا ولا شلون؟ خلينا نشوف خلصنا حلو 20 يوم 60 يوم 67 اوكي بلوس خلص اوه ناي شباب. الشيء الحلو شباب انه لما ينزل ويبن رويال الجديد راح نحاول نحصل على السكيم مباشره يعني شيء بلوس. اوكي يا ستريم بكون تام مقطع اليوم يا حبايبي ان شاء الله عجبكم مقطع، لا تغزونا يا شباب هالفتره يعني الايام اللي فتره يعني ما قدرت انزل مقاطع الله يسعدكم لا تغزونا. بشوفكم مقاطع جديده يا اساطير، ان شاء الله عجبكم مقطعنا، اشوفكم على خير، سلام عليكم.